أهلا وسهلا بحضراتكم. الأستاذة ناهد طلبت أن ندعو لها إن شاء الله. يا أستاذة ناهد زي ما وصتينا وأنا كتبت الأسماء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك وأن يجعلنا أهلا للقبول. نذكر بأن احنا نردد، حضرتك عايزة أدعية لفك الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما كانش في أشد من الكرب الذي تعرض له، يعني إذا احنا تصورنا حالنا مكان سيدنا يونس عليه السلام كان في كروب وليس في كرب واحد. فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكمان ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قدر طاقتك تقولي، ولو كان كرب شديد نكسر من العدد وستري عقب ذلك وسترين إن شاء الله عجبا بعد ما تقولي ده. الذكر ده بكثرة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنه لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله، كان هذا الذكر شفاء من 99 داء أيسرها الهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى دوام ملازمة ترديد هذا الذكر، وإن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إلى أن نكون من الذاكرين الله والذاكرات. كمان نجتهد ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى وكده نصدق، وان احنا واحنا بنتوجه ندعو الله سبحانه وتعالى واحنا عندنا يقين تام فان رب العالمين سبحانه وتعالى سيجيب الدعاء، ونتجه اليه بصدق في التضرع بتاعنا، ونرتقب اوقات الاجابه. وانا اثناء السجود في الصلاه بعد ما أسلم من الصلاة وأنا صايم عند الإفطار، إذا الناس بتتطوع بالصيام في يوم الجمعة فيها ساعة مباركة مقبول فيها الدعاء في التلت الأخير من الليل عقب جميع الصلوات، الإنسان يذكر ويقرأ القرآن وعقبها يتوجه إلى الله بالدعاء. ننتخب هذه الأوقات والأحوال الشريفة نتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وندعو الله على كل حال. لكن السنة أو الوحي الشريف عموما أمر العبد المؤمن أنه يتحرى هذه الأوقات الأزمنة والأحوال الشريفة، فهي أرجى بقبول الدعاء.